أعلن دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد الدول المشاركة في المؤتمر 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منتصف الشهر الجاري تحت عنوان بناء الدول رؤية فقهية معاصرة. وأوضح وزير الأوقاف خلال مؤتمر صحفي أن المؤتمر الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقش أكثر من 40 بحثا تغطي محاور مهمة في بناء دولة بحضور 300 عالم من مختلف أنحاء العالم. نحو 50 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن. نهدف من المؤتمر إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والرد على الجماعات المتطرفة، لأن عمل الجماعات المتطرفة والجماعات العميلة والمأجورة والخائنة كلها كانت تستهدف إسقاط الدولة أو تفكيكها أو تمزيقها أو إضعافها، وحاولت هذه الجماعات تسوق قضايا خاطئة ضد مفهوم الدولة، مع أني كما أكدنا مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، ولا بد للدين من وطن قوي آمن مستقر يحمله ويحميه.